تنظرين إلى ثنائية الحق والباطل؟ ثنائية أنه كيف المعيار، ما هو المعيار عند المحامي حتى يستلم ملف؟ دائماً اللي يريد يوكل محامي دائماً يبين للمحامي بأن هو صاحب حق. شلون نقدر نعيد الاحترام والمواطن يحترم القانون ويأمن أنه القانون هو الخلاص؟ كيف يمكن أن يتقوى القضاء ويتقوى القانون في البلد إذا كانت هناك بعض الجهات تم تقويتها على حساب القانون؟ المسألة الخطيرة والطامة الكبرى عندما يتم اختيار قضاة المحكمة الاتحادية عن طريق مجلس النواب، إذا هو سيئة القضاء. كيف نقدر نخلي القانون يعلو على هذه الأصوات القوية؟ علينا أن نحمي القانون، حماية القانون وتقويته، وعلى أن يكون في مرتبة عليا في البلد، هو هذا الممكن أن يكون سفينة النجاة لهذا البلد.